صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحدهم عن الإمام البربهري رحمه الله. يقول صلى الله عليكم: قال أحدهم عن الإمام البربهري رحمه الله: عنده نزعة تكفيرية وعنده شطحات في العقيدة. هذا ما هو بالبهار، كل أئمة أهل السنة يقولون أنهم تكفيريين. الإمام أحمد قالوا أنه تكفيري لأنه يرى كفر من ترك الصلاة، قالوا هذا في غير البربهار، ولا عبرة بهؤلاء والعياذ بالله، لأنهم يريدون أن الناس يكونون على ما هم عليه، وليس هناك نواقض للإسلام. يقولون ما في نواقض للإسلام، كل الناس سواء، من قال أنا مسلم فهو مسلم، ولو ما صلى ولو فعل ما فعل من نواقض الإسلام هو مسلم. نعم.